من يسقط الحكومة أولا، رئيسها أم أكبر تكتل وزاري فيها؟ إنه السؤال الذي بدا الأكثر رواجا في الساعات الأخيرة نظرا إلى التطورات الحاصلة بين السراي والرابي، وبعدما انتقد وزراء التغيير والإصلاح موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يربط بقاء الحكومة بتمويل المحكمة الدولية. كيف ينظر ميقاتي إلى ربط وزراء التكتل بقائهم في الحكومة بتنفيذ مشاريع يصفونها بالأكثر إلحاحا؟ هلا موقف وزراء الإصلاح والتغيير هو موقف بنظري تكتيكي، مفعوله حول موضوع استباقيته هو مفعول منتهي، يعني بقى له طقمة، خاصة حين لوحوا بالاستقالة من الحكومة قبل رئيس الحكومة. الموقف اللي طرحوه، يعني كل الاستعراض اللي عرضوا تكتل غير وإصلاح، غير متماسك وغير مرتبط بالصورة الحالية. يعني النقاط اللي أثارها، الخمسة نقاط اللي أثارهم، هن نقاط يرد عليهم نقطة نقطة، ولكن هن خارج السياق العام. السياق العام الآن هو ما يلي: هناك موضوع تمويل المحكمة الدولية وصل الأمر على خواتمه. ما هو موقف مجلس الوزراء من هذا الأمر؟ رئيس الحكومة يرى أنه إذا الحكومة اللبنانية لم تمول المحكمة، يعني هذه الحكومة ستعرض لبنان لمخاطر جمة. هل تعد تسويات قبل جلسة الأربعاء؟ وهل يعدل جدول مجلس الوزراء بشكل يوفق بين وجهات النظر على اختلافها؟ كل واحد حط اللي عنده اليوم، وأنا بقول أنه فتح المجال للأخذ والنقاش. الرئيس ميقاتي لم يستقيل بعد، هو قال أنه سيستقيل إذا لم، فإذا فتح باب. الرئيس بري اليوم فتح باب آخر، قال الاستقالة ليس هدف. حتى الوزير جبران باسيل قال انه نحن ما عم نشتغل هذا القصص مشان تستقيل الحكومه، هذا على القليله بالظاهر. هلا اذا وصلنا الى تسويه تضمن تمويل المحكمه الدوليه فليكن، واذا لم نصل الى هذا الامر، لا، انا برايي الحكومه بدها تفل. وما بيأثر اذا قالوا التيار الوطني الحر حنستقيل اليوم ولا حنستقيل بكره ولا حنستقيل قبل رئيس الحكومه. انا بيهمني الرجال حازم امره من يوم اللي تكلف أنه لا يستطيع أن يتجاوز مسألة تمويل المحكمة الدولية. ما قبل التمويل مختلف عما بعده، يقول الشريف، فعندها ستتغير وتيرة العمل الحكومي وتصبح أسرع في بت الشؤون الملحة. إلا أنه وأمام هذا التطمين لا تستبعد مصادر حكومية تأجيل جلسة الأربعاء إذا لم تسبقها تسوية تعالج مسألة التمويل.